بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثكم دكتور بسام الشراونة، استشاري أنف وأذن وحنجرة. وباء الكورونا حديث الساعة، وهذا الوباء الطارئ الذي تسبب بتوقف عصب الحياة والعمل في كافة أنحاء المعمورة بسبب سرعة انتشاره وبسبب آثاره المدمرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعملي. ولأهمية هذا الموضوع، وبدعم من شركة عمان للصناعات الدوائية، ارتأينا باستضافة نخبة من الزملاء الأطباء والصيادلة في الأردن للحديث عن تداعيات أزمة كورونا الواقع والمستقبل. ننتقل الآن إلى الوضع الاقتصادي من المنظور الصحي. بسبب وباء الكورونا، الإجراءات المتخذة لاحقا من قبل الحكومة الأردنية للحد من انتشار هذا المرض والذي نتج عنها توقف العمل في العديد من القطاعات الصحية والتجارية وكثير من القطاعات. ويهمنا في هذا المجال أن نتكلم عن القطاع الصحي والدوائي. عن هذا الموضوع يحدثنا الدكتور نبيل النهار. شكرا دكتور بسام. في الحقيقة عند الموضوع عن الاقتصاد وتأثير هذه الجائحة على الاقتصاد، يعني نحن لسنا اقتصاديون، ولكن في المجمل نحن نعرف أن مجمل الناتج المحلي في الأردن حوالي 29 مليار، بمعدل 80 مليون دينار يومي في حالة في الوضع الطبيعي. الآن يعني أعتقد بأنه هنالك تعطيل لبعض المؤسسات الاقتصادية في البلد، يتوقع أن يكون نسبة التعطيل بحدود 50%، قد تكون لا تكون الأرقام دقيقة، ولكن من المتوقع، وهذا يعني أن القضية فيها تعطيل بمعدل 40 مليون دينار يوميا. هذه أرقام تقريبية. الآن بما يتعلق بموضوع انعكاسات هذا الوضع الاقتصادي على المنظومة الصحية ما بعد كورونا، أعتقد بأننا أصبحنا الآن ما بعد كورونا نفكر، ويجب أن نفكر جديا بالحاجة لزيارة مخصصات الرعاية الصحية الأولية على حساب الخدمات العلاجية. وهذه نقطة كثير مهمة، حيث أن الموازنة في معظمها تصرف على الخدمات العلاجية، ولا بد من زيارة مخصصات البحث العلمي وتخصيص وتخفيض المخصصات في سباق التكنولوجيا الطبية، حيث أن معظم الدول الآن أصبحت بحاجة فقط إلى كمامات وأجهزة تنفس ومواد التعقيم، بعيدا عن التكنولوجيا الطبية المتقدمة. كذلك لابد من إعادة النظر بالتخصصات الطبية، فمن حيث زيادة الإقبال على تخصص الطب، العلوم الصحية أو الصحة العامة بفروعه المختلفة، وطب الأسرة، ولابد من اهتمام بهذه التخصصات ما بعد الكورونا، ولابد من دعم برامج التطعيم. نحن من الدول الرائدة في برامج التطعيم، ولكن لابد من دعم هذه البرامج أكثر أيضا. وهناك بعض الدول التي لا تهتم وتعتبر برنامج التطعيم ليس بالبرنامج الإجباري بل اختياري، أعتقد بأن هذه النظرة ستتغير لاحقا. لابد أيضا كوجهة نظر من زيادة أعداد المقبولين في الجامعات بالتخصصات الطبية المختلفة، أطباء وممرضين وتخصصات مساندة وصيادلة وكل التخصصات الطبية، حيث أن الحاجة في الإقليم ستكون واضحة لهذه التخصصات بعد جائحة كورونا لأسباب كثيرة، لشعورهم بنقص الكوادر الطبية ولفقدان بعض الكوادر الطبية بسبب هذه الجائحة. لابد من دعم الصناعات الطبية الدوائية والتركيز على هذه الصناعات بشكل أقوى من أجل دعم الاقتصاد الوطني، كما أنها تسد وسد الحاجة الماسة أو الضرورية للبلد. تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك على أسس واضحة لخدمة القطاع الصحي بأكمله ولتكامل الخدمات الصحية للمواطنين. وأعتقد بشكل عام لو رأينا كانعكاسات لهذا الوباء أو هذه الجائحة على الاقتصاد، فنقول ما بعد الجائحة لابد من العودة إلى الأرض والزراعة ودعم الصناعات الصغيرة والعمل على الاكتفاء الذاتي ما أمكن، ودعم الحاجة ويعني دعم الحاجة إلى وقف وتخفيض فاتورة الاستيراد ما أمكن ذلك.
والموضوع الذي يتحدث به الآن معظم الزملاء موضوع فتح العيادات بعيدا عن يعني عن الاقتصاد وهمومه، أعتقد بأن فتح العيادات الآن بين بد وجزر بين الزملاء ولم يتخذ أي قرار. لابد من دراسة هذا الموضوع بدراسة وافية حتى نصل إلى قرار يخدم الطبيب ويخدم المجتمع ويخدم الوطن في النهاية. وشكرا لكم.